يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذين يقولون بخلق القرآن ماذا يريدون من وراء هذا القول؟ يريدون الضلال، يريدون أن ينفوا أن الله يتكلم وأن هذا القرآن ليس كلام الله، وبذلك يبطلون الشريعة، يبطلون الشريعة والأمر والنهي، لأنه إذا كان القرآن ما هو من كلام الله فبماذا يستدل أهل العلم والمسلمون؟ هذا قصدهم، إبطال الشريعة. نعم.